ولمزيد من التفاصيل معنا على التليفون السيد احمد ابو علي الباحث الاقتصادي. صباح الخير على حضرتك وبعد التحيه. واحنا بنتحدث عن المجمع الصناعي الغذائي الاكبر في الشرق الاوسط، خلينا نتعرف من حضرتك اهميه هذا المجمع للقطاع الغذائي وقد ايه او مدى مشاركته في توفير منتجات في هذا القطاع تحديدا. صباح الخير، تحياتي لحضرتك استاذه جمانة، تحياتي للاستاذ محمد ولكل الساده المشاهدين. ما فيش شك انه يمكن على مدار التسع سنين اللي فاتوا كان هناك في اهتمام قوي من قبل الدوله وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الصناعه بشكل عام. ويمكن قطاع الصناعات الغذائيه واحد من اهم القطاعات الصناعيه يمكن اللي الدوله اولتها اهتمام كبير للغايه خلال الفتره الماضيه، لانه هذا القطاع بيستطيع او تستطيعي من خلاله كدوله واقتصاد ان انت تحققي قيمه مضافه باكثر من شكل. القيمه المضافه الاولى يمكن في اطار توجه الدوله لاعاده تنميه قطاع الزراعه بشكل عام، فبالتالي النهارده عندنا انتاج كبير جدا من المحصول الاستراتيجي وهو محصول القمح. ويمكن كان من اهم الامور السلبيه اقتصاديا قبل 2013 عندنا في مصر ان احنا يمكن كنا كتير جدا من حاصلاتنا الزراعيه او محاصيلنا الزراعيه ومنها المحاصيل الاستراتيجيه زي القمح، في جزء كبير جدا منها ما كناش بنقدر ان احنا نحدث عليه القيمه المضافه في ان احنا ندخله في صناعات اخرى تقدر تحقق لي انا كدوله واقتصاد قيمه مضافه اقتصاديه. هذه المجمعات الصناعيه يمكن قدرت ان هي تحقق الفارق ده، بان احنا النهارده بنستفيد من الميزات النسبيه اللي بقت موجوده عندنا في قطاع الزراعه، بنعيد العديد من المنتجات الزراعيه وعلى راسها سلع مهمه زي القمح ان احنا ندخلها في صناعات اخرى مكمله ونحدث عليها قيمه مضافه، فبتقدم لي منتج صناعي انا كدوله النهارده كاقتصاد يمكن كنت بتكبد اموال كبيره للغايه في ان انا بستورد هذه المنتجات المصنعه مره ثانيه من الخارج. طبعا بخلاف ان الدوله كان عندها رؤيه منذ اللحظه الاولى من 2014 وهي فكره تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من العديد من الصناعات او السلع الغذائيه تحديدا. وبالتالي النهارده ده كمان كان رد واضح وقوي على كل الالسنه والشائعات اللي يمكن كانت بتقول انه الدوله ماشيه في توجه معين واهتمام بقطاعات اقتصاديه معينه وان احنا مهملين لقطاعات زي الصناعه وخلافه. ده يمكن كان رد قوي جدا انه الدوله لديها خطه واضحه بشكل متوازي في كل الاتجاهات الاقتصاديه ومن اهمها طبعا قطاع الصناعات، بخلاف طبعا انه مثل هذه القطاعات او الصناعات تحديدا والمجمعات الصناعيه بتقدر استاذ جمعنا ان هي النهارده توفر للدوله وتساهم في علاج مشكله اجتماعيه مهمه جدا وهي مشكله البطاله، لان هي بتوفر فرص عمل دائمه بشكل مباشر وغير مباشر لابناء المناطق اللي بتقام فيها مثل هذه المجمعات وايضا المناطق المجاوره، وبالتالي النهارده ده كمان بيبقى عامل مهم جدا انا كدوله اقدر النهارده ان انا اتصدى لمشكله وتحدي كبير جدا زي تحدي عظيم. طيب انا عايز اعرف من حضرتك يا استاذ احمد تقييمك المبدئي لانتاج هذا المجمع في البدايه طبعا، وبكل تاكيد احنا دايما بيكون عندنا خطه في اي مشروع الدوله بتعمله فكره التوسع، هل ده برضو من ضمن الخطط الموجوده في هذا المجمع؟ بالتاكيد طبعا يا استاذ محمد، لانه انت كدوله في تحديدا في يعني الصناعات او المجمعات الصناعيه بشكل عام والصناعات الغذائيه على وجه التحديد بيبقى لك مجموعه من الاستراتيجيات. اول هذه الاستراتيجيات ان انت كدوله بيبقى عندك توجه ان انت في فجوه في السوق المحلي وفي طلب محلي على هذه المنتجات، لان حضرتك يمكن خلال التقرير اللي عرض من دقائق قليله المصنع ده بينتج اكثر من مجموعه او اكثر من سلعه مصنعه سواء فيما يتعلق بالبسكويت او حتى فكره الجزء المتعلق بالخبز والمخابز. فبالتالي النهارده انا عندي احتياج محلي، فانا كدوله بحاول ان اوفر هذا الاحتياج واسد هذا الاحتياج من خلال هذا الانتاج. مع الوقت بيبقى عندي استراتيجيه مهمه جدا اقتصاديه والتنمويه هي فكره الانتاج من اجل التصدير. وبالتالي النهارده انا كدوله ببتدي النهارده اوسع من خطوط الانتاج، ببتدي النهارده ان انا بيبقى لي تواجد في التصدير او في الصادرات من هذا النوع من الصناعات تحديدا، وطبعا انعكاساته قويه جدا اقتصاديا لان انا النهارده بدخل نقد اجنبي بوفر قدر كبير جدا من النقد الاجنبي اللي انا كدوله كنت بوجهه ان انا بستورد بيه نفس السلعه دي علشان اسد حجم الاحتياج المحلي اللي انا مش قادر اوفره بشكل تام. فبالتالي النهارده لما بنشئ مثل هذه المجمعات انا بعمل عمليه اشباع تام للطلب المحلي، وبالتالي مع التوقيت عندي استراتيجيه متوسطه وطويله الاجل ان انا اتجه للانتاج من اجل التصدير. طيب استاذ احمد، الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت نقطه التصدير تحديدا، المجمع من المفترض انه يصدر اكثر من 80% من انتاجه، ايا كانت النسبه، فكره التصدير في حد ذاتها تتطلب خبره
عالية جدا، جودة عالية جدا، تكنولوجيا أيضا عالية جدا. لأي مدى الكوادر اللي بتعمل في هذه المصانع في مجمع الغذائي سايلو فودز، لأي مدى هي مدربة، ولأي مدى حتى يمكن الأجهزة اللي موجودة تلبي يمكن جودة أو بالمقارنة بالمنتجات العالمية؟ ده سؤال مهم جدا، بحيي حضرتك عليه استاذ جومانا، لانه يمكن احنا ما كانتش فكرتنا كدوله ان احنا يبقى عندنا مجمعات صناعيه فقط. ويمكن حضرتك لو لاحظتي تذكري في توقيت افتتاح هذا المجمع سياده الرئيس كان قال حاجه مهمه جدا، انه احنا مش بس هدفنا ان احنا يكون عندنا مجمعات صناعيه في صناعات مختلفه تنتج سلع مختلفه، لكن كمان احنا يهمنا مدى قدره هذه المنتجات على تحقيق التنافسيه في الاسواق الخارجيه. هذه التنافسيه لا تتحقق الا بالاهتمام بعامل الجودة بعنصر بشري مدرب ومؤهل. ويمكن ده اللي اتعمل في هذا المجمع تحديدا، انه قبل الاعلان عن الافتتاح الفعلي وانه هذا المجمع يبقى عنده القدرة انه يضخ انتاجه في الاسواق المحلية، النهاردة العمالة الموجودة دي دربت بشكل مكثف للغاية بالتعاون سواء خبرات تابعة للجهات اللي اقيم يعني كلفت بانشاء هذا المجمع، او حتى الجهات الاستثمارات الاجنبية اللي يمكن كانت شريك في تدشين هذا النوع من الصناعات. النهاردة احنا نقلنا النو هاو للعماله المصريه الموجوده، لانه احنا مش بس هدفنا ننتج منتج وخلاص، لكن هدفنا كمان انه هذا المنتج يبقى بيتميز بقدر من الجوده وللمواطن المحلي قبل ما كمان افكر في فكره التصدير. لان النهارده المنتج ده لو ما قدرش ان هو ينجح محليا ويبقى عليه طلب قوي محليا، مش هيقدر ان هو حتى يحقق النجاح خليا. فالاهتمام بمعايير الجوده مش بس يمكن في هذا المجمع، لكن يمكن ده بقى توجه النهارده في الدوله في كل الصناعات اللي يمكن بدا الاهتمام بيها. ده احد اهم العوامل يعني ان كنا حتى بنستهدف السوق المصري او حتى السوق الخارجي. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ احمد ابو علي الباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك.